دي قاعدة مفتوحة، تمام؟ تمام. الريدنج بتاعك بتمثل المسافة من فين لفين، بتمثل المسافة من الفك ده للفك ده، أو من الفك ده للفك ده، أو المسافة من الفك بتاع العمق اللي في الآخر ده، تمام؟ هي نفسها المسافة من الزيرو الثابت ده للزيرو المتحرك ده بتاع الفيرنير. تمام. يبقى دول كلهم بيساووا بعض، يعني المسافة الريدنج بتاعك لما من الفك الثابت الفك المتحرك بتاع الأبعاد الداخلية، لما من الفك الثابت الفك المتحرك بتاع الأبعاد الداخلية، قصدي الخارجية تحت الداخلية فوق، لما المسافة اللي هي العمق ده، أو من الزيرو للزيرو. تمام؟ طب نيجي بقى للمحاضرة. تمام. لما أنا شرحت لكم الكلام ده في المحاضرة. تعال هنا بقى في المحاضرة. ده الإثبات النظري، تمام؟ دي كلها العلاقات، طبعا العلاقات دي لازم تكون تتعودوا تثبتوها على فكرة، عن ثلاث معدات بتوع الإس اللي أنت بتثبت منهم الإس اللي هي في الآخر، دي تعودوا على إثباتهم، تمام؟ عشان بتيجي تلت نظري. تعال بقى أنا هنا شرح لك ازاي تقرا قدم. هتلاقي في اول محاضره في الصفحه اللي هي صفحه 9، تمام؟ في حاجتين، لو فتحت قدمه بالصدفه تقرا حاجه والزيرو في طبق على علامه على مين سكيل، تمام؟ تبقى هي دي القيمه بتاعتك ام على طول، مفهوم؟ تمام. دي اسهل حاجه. طبعا الحاله بقى اللي هي اللي هتظهر اكتر، ان انت مثلا تفتح القدمه، تمام؟ والزيرو في ينطبق بين شفتتين زي المثال اللي قدامك ده اللي هو 32 33، تمام؟ يبقى انت كده بتقسم الام بتاعتك بسبب المسافه من زيرو اس لزيرو في، بتقسمها فوق من زيرو اس. خد بالك بقى من الديفينيشن، بقول له مسافه ايه؟ ايه دي هي الديفينيشن بتاعها؟ المسافه من زيرو اس، تمام؟ لقيمه اخر علامه قبل الزيرو في. وباكد تاني اخر علامه ما حدش يحفظها انتجر. في ناس بتحفظها انتجر، الكلام ده غلط. عارف ليه غلط ليه؟ ها؟ ليه يا دكتور؟ ليه؟ عشان ممكن المين سكيل يكون متقسم نصاص. فانت ممكن يظهر لك حاجه ونص مسافه ايه؟ فاهم قصدي؟ تمام. دي بقى كسر تاني يا دكتور بعد اذنك. عشان كده دايما ايه محدش يحفظها ان هي من اول زيرو سكيل لغايه اخر انتجر، لا هي لغايه قيمه اخر علامه قبل الزيرو في. تمام؟ البي تكمله القرايه بشرط المسافه فوق قد المسافه تحت، يبقى بتقول الام بتساوي اي بلس بي، تمام؟ الاي خلاص انت قريتها في الصفحه اللي بعديها 32 مللي. البي بتجيبها ازاي؟ بتمشي على، ارجع بقى للصفحه مثلا اللي هي اللي فيها الرسمه دي 32 33، بص انا رسم ايه؟ شرطه معينه ترتيبها 7، بتعد بعد الزيرو، عد معايا كده 1 2 3 4 5، ما تعدش الزيرو، بتضرب السبعه دي في الاس بتاعت القدم اللي هي بقى يا اما 2 من 100 5 من 100 1 من 10 اي حاجه من الثلاثه دول بتدالك في المساله. يبقى انت كده بتلاقي البي بتساوي ان في اس، تمام؟ هنا افترضناها 5 من 100 يبقى الاس 7 5 100 35 100 اجمعها 32 يبقى 32.35. فاهم الكلام ده؟ اهم حاجه الديفينيشن بتاع الايه محدش يحفظ ان هو لغايه انتجر القيمة انتجر، لا لغاية آخر قيمة آخر علامة قبل الزيرو في. يعني ممكن تبقى 2.5 يا دكتور مثلا. أيوه، لأن ممكن مين سكيل يكون متقسم نصاص، إف مثلا اديت لك إف مين سكيل متقسم نصاص واديت لك مثلا 32.75. أنت هتشوف 32.5. تمام. قبل 7.5 مش كده؟ أه تمام يا دكتور. يبقى الإيه بتاعتك 32.5، دي مهمة جدا عشان في ناس بتغلط في الحتة دي. طب والبي هتبقى كام؟ ما هو البي بقى هيبقى تكمله القرايه. همشي لغايه ما الاقي ان منطبقه ضرب في اس. انما انا اللي هيبقى قبل الزيرو في على المين سكيل هيبقى 32.5. طالما الريدنج بعد النص. فاهم قصدي؟ طالما الريدنج بعد النص يبقى الاي بتاعتك هتبقى 32.5. تمام تمام. وانت عارف هتاخد بالك من حاجه مهمه. لو انت مثلا مثال اخذت، تعالى مثلا في مثال هنا انا لا في المحاضرة الثانية. بص هنا في مثال هنا أنا هحله لكم أول مسألة في الشيت في المحاضرة الثانية هفتحها.
بص كده المساله الاولانيه بتاعت الشيت تمام، لما اداك شايفين الصفحه اللي انا فاتحها دي؟ شايفينها. بص المساله الاولانيه بتاعت الشيت مديك رينج بتاع الادمه من 0 ل 300، ال اس 1 مللي، الهايت اوف جوش 50 مللي، المينا ميلك بوينت او 2 تمام. وانت طبعا طبيعي بغض النظر عن اللي هو مطلوب قوي بيقول لك كم المعطيات، انت حتى لو المطلوب ده مش موجود انت لازم تكمله، لازم تكمل الست معلومات بتوع الادمه تمام اللي هم داخلين في المعادلات. هتبص تلاقي بعد كده هكمل لك ال في والاس والان في والان دومين سكيل والكلام ده كله. تعالى بعد كده المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ دون ريدنج 45.2 مللي، عايزك ترسم قرايه 45.2 تمام؟ طبعا بما ان المين سكيل هنا متقسم 1 مللي يبقى بديهي لما تفتح الادم الزيرو دي هيجي ما بين ايه وايه؟ ما بين 45 46 صح؟ معايا مش معايا؟ تمام يا دكتور. معاك معاك يا دكتور معاك. طيب يبقى انت الجزء ايه 45 مللي تمام؟ والجزء بي هيبقى ايه؟ ان في اس، اس هنا كانت 2%. جيت انا حسبت الان طلعت كام؟ طلعت 10. لازم ان دهوت عشان نتاكد ان شغلك صح يطلع حاجتين من الاثنين، يا اما انتجر فاليو اول حاجه ويبقى اقل من ان بي تمام. هنرجع بقى لحته النص، لو انت خدتش بالك من النص دهوت يجي مثلا اديت لك ادم ال اس بتاعها نص مللي واديت لك قرايه 32، لو انت 30 ونص في المسافه ايه وحطيتها 32 هتبص تلاقي ان سمول دي طلع اكبر من ان بي. خدت بالك الغلطه هتبقى فين بقى؟ هتبقى فين؟ معلش تاني معلش تاني معلش يا دكتور الحته دي تاني تاني يا دكتور معلش. لو انا اديت لك الادمه المين سكيل متقسم نص مللي ال اس بنص مللي تمام؟ ماشي. واديت لك ريدنج 32.75 مثلا تمام، يبقى انت المفروض هتشوف 32 ونص قبل ايه؟ قبل الزيرو في على المستوى السابق. صح؟ لو انت غلطت بقى ما خدتش بالك وكنت كاتب 32 بس هتيجي تحل المساله تمام؟ هتلاقي ان سمول دي طلع لك اكبر من ان دي بتاعت الادب، وده ده طبعا ما يمشيش، عمر ما عدد ترتيب الشرطه منطبق يطلع اكبر من ان دي. فهمت الغلطه بقى هتبان هنا. ماشي تمام. يبقى حته النص دي مهمه جدا، عشان كده دايما الديفينيشن بتاع الايه؟ المسافه من زيرو اس لقيمه اخر علامه قبل الزيرو في على مين سكيل، محدش يحفظها قيمه انتجر. انا باكد تاني اهو. مفهوم؟ تمام يا دكتور. تمام. دي حاجه، الحاجه الثانيه بقى. هو ال ان في دي كانت بتعبر عن ايه تاني؟ ال ان في عدد الاجزاء كلهم بتوع الفيرنير. تمام. اللي هي الفيرنير كلها اجزائها كلها. ايوه تمام. تمام؟ فلازم ان سمول يطلع اقل من ان في، عمره يطلع اصغر. مفهوم؟ طب دي حاجه، الحاجه الثانيه الجزء الثاني من الحل ايه بقى؟ انت المفروض منك ما بيجيب لك ريدنج زي ده بتطلع حاجتين، تطلع ترتيب الشرطه منطبق اللي انا ماشي عليها بالماوس شايفين لو ان بتساوي 10 واعرف منطبقه على كام فوق تمام؟ معايا مش معايا؟ معاك يا دكتور. تمام. بص بقى المسافه اكس الصغيره دي اللي انا بسمها حطيتها لك على رسم قدامك شايفها؟ من زيرو في لغايه ترتيب الشرطه منطبق. ماشي. ده طول معين من الفيرنير بس مش كل الان في لغايه 10 ديفيجن بس. طوله قد ايه ده؟ ال 10 في قيمه ال ال في الديفيجن فاليو بتاع الفيرنير، ال ال في بتاعتك طلعناها في الصفحه اللي قبليها 98% مللي. تمام؟ تمام. لما اضرب ان سمول في ال في هتبص تلاقي حاصل الضرب ده كام؟ 9.8. تمام. معايا؟ تمام. في هنا بقى برضه حاجه مهمه تاخد بالك منها. بص للكسف ده 8 والكسر بتاع الريدنج اللي انا مديهولك 2، لاحظت ايه؟ كملوا بعض. ايوه لازم يكملوا بعض. لو انت حسبت اكس دي وما كملوش بعض عدد صحيح
لو من سكيل متقسم 1 مللي يبقى انت غلطان في حاجه. تاني معلش يا دكتور هو الناي بوينت 8 اللي جبتها دي بتعبر عن ايه معلش؟ مش الاكس بس انا مشيتها. هو بيمثل الاكس ده من زيرو في لغايه شفطه منطبقه بس. تمام هي ليه بقى لازم تكمل الثانيه معلش؟ عشان مش هي المفروض انت بتعرف ادم ازاي؟ بتعد لغايه مساله شفطه منطبقه. ماشي يعني 45 بعد كده يكون بين الاثنين. المفروض تكون منطبقه على قيمه صحيحه فوق بما ان من سكيل متقسم 1 مللي. اه. مش كده؟ تمام ماشي. تمام يبقى عشان كده الاكس اداك كسر كام؟ اداك كسر تحت في اخر الصفحه 8 من 10 والليدنج بتاعك كام؟ اللي انا مديه لك 2 من 10. دكتور معلش هو الاو بوينت كام؟ 1 من 10 كام؟ 1 صحيح. ماشي عشان تنطبق عليها يعني. نعم؟ عشان تنطبق عليها بالظبط. ايوه عشان تنطبق عليها. فدي برضه حاجات تاخدوا بالكم منها وانتم بتحلوا. الاو بوينت 9 8 بتعبر عن ايه؟ نعم؟ الاو بوينت 9 8 اللي طلعناها. ده ال في يا ابني ما الصفحه اللي قبليها مش انا كملت بقى المطالب الادمه. الجزء الاولاني بتاع المساله الاولاني مساله واحد جزء ايه طالب منك تكمل معلومات الادمه تمام تمام يعني ال في تمام ماشي مش في ديفيجن فاليو على مينوس سكيل اسمها ال اس وفي ديفيجن فاليو على مينوس اسمها ال في تمام وفي تمام. عدد اجزاء فوق اسمه ان اس وعدد اجزاء تحت اسمه ان في تمام انتوا مش قريتوا النظري دوت في الاول طيب يبقى الان الاكس الصغيره دي اللي هي على الصفحه اللي انا فتحتها عليكم ديت من زيرو في لغايه ترتيب الشفطه منطبق ده لو جمعته على الام تديك المسافه فوق اللي في الرسم اللي هي الواي دي تبقى عدد صحيح ايوه لازم يكون عدد لو ما طلعتش عدد صحيح يبقى انت غلطان في حاجه في حساباتك بس الكلام ده لازم كونديشن ايه يكون المين سكيل 1 مللي ممكن تقفل مع حاجه ونص لو مين سكيل متقسم نصاص تمام فاهم قصدي؟ ده مهم جدا واضحه كده؟ تمام طب في بقى هنا بص على الفايل بقى اللي انا هفتحه معاكم هنا دلوقتي بص هنا بقى ده انا لسه بعت لكم على فكره دلوقتي ورقتين كده بعت لكم على الدرايف بص بقى هنا امتى ان سمول تساوي ان في؟ ما احناش بنقول ان سمول لما تنطبق عليها بالظبط ايوه الكونديشن الوحيد لو انت بتفتح القدم او بتقرا طلع بالصدفه زيرو في منطبق على قيمه زي اللي قدامك دي 13 لازم الاخيره غصب عنك هي اللي تنطبق. تمام. انما لو اي حاله ثانيه زيرو في ما بين شرطتين يبقى لازم ان سمول اقل من ان في. تمام. يبقى دي قاعده عامه تبقى عارفينها، يبقى لما زيرو في تنطبق على علامه فوق بالصدفه انا باخد ريدنج غصب عني الاخيره لازم تنطبق من ذنبي. لو زيرو في ما بين قيمتين يبقى لازم ان سمول شرط انطباق اقل من ان في. خد بالك دي حاجات مهمه عشان بجيبها افكار في المسائل. ايه طبعا. تاني؟ مين عمال يشخبط ده؟ ها ايه تاني؟ ممكن تعيد يا دكتور او تحل مساله معانا؟ مساله في ايه؟ حل معانا مساله يعني من او من الاول خالص. بالخطوات من بدايه بس مين عمال بيشخبط ده بال مش عارف على البورد ده ها مساله في ايه في الادمه تاني من اولها خالص بقى نحلها معانا من الاول خالص مطلوب كده مساله انا رجعت لها مساله واحد ماشي مفيش مشكله او اي مساله في حاجه تحبها لا ما هم الشيت كله ثلاث مسائل انا كنت بعت لكم المساله الثانيه مع المايكرومتر وصف لكم تمام نمسك المساله الثانيه عايزين تشوفوها بس المساله الثانيه انا دخلت على المطلوب الاخير بس فيها لان المطلوب الاولاني فيها زي مساله واحد اصل ما فيش مشكله ممكن برضه حلو مع بعض عايزين نعيد واحد تاني يا دكتور بعد اذنك حل لنا مساله كده تاني ماشي هنعيد واحد تاني ماشي تمام بسم الله ادي لكتور 1 اهي تمام
هوصل لاخرها كده. تعالى انا حليت مساله على قد ما فاكرها، اللي هي مساله واحده. لا مش دي. مسألة واحدة اهي. هنقراها تاني مع بعض. ماشي؟ مديك أدمة الرينج بتاعها من 0 ل 300. معايا مش معايا؟ معاك يا دكتور. ديفيجن فاليو على مين سكيل، بنسمي الديفيجن فاليو على مين سكيل بنسميها ال اس. ال منسوبة اللينس واس سبسكريبت منسوبة كلمة سكيل. 1 مللي. ارتفاع الفك، عارفين ارتفاع الفك من فين لفين؟ مش دوت المكان اللي بيبقى ماسك. عارفين ارتفاع الفك من فين لفين؟ من فين لفين؟ بص الصوره دهيت. للزيرو لحد اخر الادمه صح؟ لا. هوريك بص الصوره دهيت لو افتحها لك دلوقتي. ارتفاع الفك بيتحسب من البوزل تحت ده خالص لغايه بطن المسطره. اه تمام. ده بنسميه اتش. او من هنا والناحيه الثانيه برضه لغايه هنا. ده كله بنسميه اتش. طب وده يفرق معايا في الحسابات يا دكتور؟ لا هنشوف في المطلوب الاخير المساله دي. تمام ماشي. ده مهم جدا بقى في حته ازاي تطلع قطر شغله بطريقه مباشره غير مباشره. ماشي؟ هقفل الصوره دي. بص معايا بقى هنرجع تاني. مديك المينا ميديك بوينت او 2 الاس بتاعتك. انت اول حاجه هتعملها طبعا خد بالك انا كاتب لك ايه؟ لو موديول ما ادالكش ام انت بتفرضه بواحد على طول. ماشي؟ تمام. عندك ثلاث معدات، انت ناقصك تكمل المعلومات اللي هم ال في وان في وان اس. اول معادله اس بتساوي ال اس ناقص ال في، هتطلع منها ال في. ال في اللي هي ايه؟ قيمه الديفيجن فاليو على الفيرنير. المسافه بين الشفتتين على الفيرنير. تمام؟ عدد اجزاء الفيرنير، عندي قانون اللي انا استنتجته من ثلاث معادلات، اس بتساوي ال اس على ان في، هطلع ان في 50 ديفيجن. تمام. العلاقه بين عدد الاجزاء فوق لعدد الاجزاء تحت طبعا موديول بواحد بتقل عنها بواحد، يبقى 50 ان في ناقص 1 79 ديفيجن. بعد كده الاندو مين سكيل عباره عن الرينج زائد ان في في ال في. فاهمين الاندو مين سكيل ده معناه ايه؟ يعني ايه يا دكتور؟ انتوا ما انتوا شكلكم ما عرفتوش المحاضرات. ولا ايه؟ يعني ما نعرفش كويس قوي الصراحه دكتور بصراحه. طيب انا هوريك المحاضرات. بص هنا معايا، خليك معايا. مع حضرتك. بص معايا هنا. ماشي. لما جينا عرفنا الفينج، قلنا ايه الفينج دوت؟ شايف الصفحه انا فاتحها دي؟ اه تمام. The maximum reading which can be obtained from a vernier caliber. يعني لما اقول لك رينج من 0 ل 300 يعني اقصى قراءه تاخدها 300 مللي. عظيم؟ تمام. مسافه من 0 اس 0 بي او مسافه بين الفكين 300 مللي. تمام؟ طيب. تمام. لما جينا شرحنا ازاي تقرا ادمه. عظيم؟ ادي الصفحه دي بتاعت ازاي تقرا ادمه. معلش يا دكتور. معلش يا دكتور. هو من 0 ل 300 مللي متر دي ال 300 دي بقيسها من اي حته في الفيرنا؟ يعني حتى لو بقيس عمق مثلا؟ ايوه. يعني اقصى لا تاخدها على القلم 300 مللي، بتخش اكتر من كده. تمام ماشي. يعني لو منتج عندك طوله يزيد عن 300 مللي بواحد من المية ما يعديش بين فكين القلم. تمام. فهمت؟ طيب. تمام. في الصفحه بتاعت المحاضره الاولى صفحه 9 شارح لك ازاي تقرا قلم، مديك حالتين، ادي اللي قدامك رسمه 0 في منطبق على 32 يبقى الام 32. او لو 0 في بين قيمتين تمام؟ زي الرسمه اللي تحتيها طلعت لك 32 وكاسر. تمام؟ تعالى بقى هنا فايدة الاندو من سكيل بقى. نفرض انت عندك شايف الصفحة دي اللي قدامك؟ نفرض عندك قيمة 0 في جاية ما بين 299 و300. شايفها قدامك دي؟ تمام. طيب. لو انت ما عندكش التدريج مدقوق على المين سكيل بعد 300 هتطلع الكسر الصغير اللي هو من 299 ل 0 في، هتطلعه ازاي؟ مش هتقضاه بعينيك. اه تمام. تدريج زيادة على المين سكيل تمام بينتهي بحاجه بنسميها اندو مين سكيل عباره عن الرينج وبزود عليه طول الفيرنير ان في في ال في. ده فائدته ايه التدريج الزياده ده؟ عشان يديني كسور القرايات اللي قريبه جدا من المين سكيل.
من الرينج بتاع الادمه. لو تابع معايا الجمله دي بص كده on the beam الكلمة the marks engraved engraved يعني محفورة on the beam after the range to obtain the value B in case when the V is close to the range of the main scale. يعني close to the range قريبة من الرينج قريبة جدا عشان كده بيدقوا تدريج زيادة بعد الرينج عشان اطلع كسور قريبة جدا للقيم القريبة جدا من الرينج. انما انت بتاخدش اكتر من 300 ملي بس تمام. فاهم بقى الاندو من سكيل ده فايدته ماشي ان انت لو عندك بعد الفينج مفيش شرط مدقوقه او علامات مدقوقه على الادمه مش هتعرف تطلع الكسر الصغير بيه مش هتقضاه بعينيك تقول مثلا نص ولا تلت. فعشان كده عملوا تدريج زياده بعد الفينج. انما انت ما بتفتحش اكتر من الفينج بتاع الادمه. لما اقول لك 300 ملي يعني ما تقدرش تقرا غير 300 ملي بس. اتفهم؟ اه تمام. نيجي بعد كده بقى هنقفل المحاضره دي ونيجي بقى ايه تكمله المساله بتاعتنا. فاحنا طلعنا ايه الدومين سكيل رينج زاد 50 في 0.98 اللي هو ان في ال بي طلع اخر علامه على الادم 47. بعد كده مديك اللي بيني 45.2 وشرحناها تمام وطلعنا ترتيب الشرطه منطبقه 10 ومنطبقه على 55. تعالى بقى هنا للمطلوب بقى الاخير بتاع المساله دي. هنا بيجي بقى ارتفاع الفك. بص معايا بقى كويس الرسمه اللي قدامك دي. انت لما بتيجي تقيس قطر اسطوانه معايا مش معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. تقيس قطر اسطوانه الوضع الصح عمليا ازاي؟ هل تخلي فكين الادمه عمود على محور الاسطوانه يعني واجهه الشغل الواجهه الدائريه قدامك ولا تخلي فكين الادمه موازي محور الشغله؟ الصح ايه؟ اعتقد موازي. لا عمودي عشان عمودي اضمن عمودي اه انت بس تعدي بالسنتر تمام اه تمام تمام. يبقى ده بص بقى الدايره اللي قدامك دي ده واجهه الشغله تمام. معلش معايا معاك يا دكتور. تمام يا دكتور. الاخ اللي عمال بيرسم قلب ده يمسحه. بعد كده عندك خطين رئيسيين لمين وشمال ده كل واحد بيمثل فك الادمه معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. ده الفك اللي على الشمال الفك الثابت اللي على اليمين الفك المتحرك الاثنين ليهم نفس الارتفاع اتش. الخط الافقي اللي واصل بينهم ده البيم سكيل او بطن المسطره. طيب ده كده بنسميه وضع عام ان انت النقط التماس على كل فك من ناحيتين اليمين وشمال تمام بيعدوا بالسنتر معايا؟ معاك يا دكتور. يبقى انت كده دي بنسميها طريقه ايه مباشره. طب هو طالب منك في الجزء السي بتاع مساله اولانيه اكبر قطر يتقاس بطريقه ايه قطر خارجي بطريقه مباشره. امتى توصل اكبر قطر؟ تعال انزل بقى لتحت شويه. اكبر قطر امتى؟ الشغله دي هنجيب واحده اكبر شويه. هتوصل للكونديشن اللي انا رسمها لك تحت دي. هتلاقي بوز الفكين بالظبط متهيين عند نفس ليفل السنتر تمام؟ والشغله صدى ببطن المسطره تمام؟ يبقى الاتش بتاعك بتاع الفك يمين او شمال هو بيمثل ايه؟ بيمثل نص قطر. ايوه يبقى نيجي للصفحه اللي بعديها. تمام يبقى ماكسيم دامتر ده اللي بيمثل ايه 2 اتش. يعني انت تقرا بالادمه دي لو اتش 50 مللي تقرا لغايه 100 مللي بطريقه ايه مباشره. تمام هو في طريقه غير مباشره يا دكتور؟ بقى طيب بص بقى تعال نكمل بقى تكمله المطلوب سي. تخيل بقى لو الشغله جات لك اكتر من 100 مللي هيجي لك الوضع عامل ازاي؟ شايف الرسمه اللي قدامك دي؟ تمام اه يا دكتور. بص الفكين فين بقى؟ موازي مش عمود اعلى من مستوى السنتر. تمام إيه انت كده بتقرا ايه؟ بتقرا وتر ما بتقراش قطر. تمام دي اسمها طبيعه غير مباشره. انت عندك الام معلومه اهو ده بيمثل وتر الاتش ارتفاع الفك عايزين نطلع القطر بطريقه غير مباشره. تعالى بقى للصفحه اللي بعديها ادي الرسمه ايه كونت المثلث ده وصلت من بوز الفك للسنتر بتاع الشغله وطلعت بخط راسي وقفلت بخط افقي وخدت المثلث ده على جنب اهو. ايه معلومات المثلث ده؟ الوتر ده نص قطر الشغله الضلع الافقي الريدنج بتاعك ام على 2 تمام والضلع الراسي هتبص هتلاقيه نص قطر ناقص ايه ناقص اتش مش كده؟ تمام اه طبق في سجارس هتطلع المعادله دي في الاخر. ادي المعادله انا مبوزها لك دي ان انت لو عايز تجيب اي قطر بطريقه مباشره عباره عن الام تابيع على باع اتش زاد اتش. الام ده الريدنج بتاعك الاتش ارتفاع الفك تمام لو عوضت فيه يديك اي قطر بطريقه مباشره طالما زاد عن 100 مللي. طب امتى بقى بيوصل ماكسيموم؟ لما الام ده بيوصل لايه؟ للرينج بتاع الادمه.
اقصى فتحه ليك. تيجي تحت خالص اهو، متى تكون دي ماكسيم؟ عندما تكون القراءه ام تمثل رينج اقصى قراءه على الادوات، تحط ام بتاعتك ب 300 توصل لاكبر قطر يتقاس طريقه غير مباشره 500 متر. فاهمك؟ اتفهم. عشان يا دكتور حضرتك قلت اعلى حاجه هتبقى 100 ملي، او يعني طريقه مباشره. طريقه مباشره اخرها 100 ملي، يعني يعني الفكين بيلمسوا محيط الشغله ولو وصلت بينهم يعدوا بالسنتر. تمام. بعد كده توصل لوضع بتقرا واطر، بتقراش قطر. تمام. فبتبقى طريقه غير مباشره. ايوه. واهم حاجه لما تيجي ترسمها لازم بطن المسطره تكون صده في محيط الشغله، زي الرسمه اللي قدامك دي، ما يبقاش في فراغ. تمام. لو في فراغ ما ينفعش المسطره ازاي تتكون او اعرف معلوماته. فاهم؟ هي الاتش دي قيمه ثابته للادمه ولا بتتغير على حسب الشغل؟ دي خاصيه في الادمه. تمام. ما هو من ضمن خواص الادمه، انت لو بص محاضره الفيرنيو كده حطيت لك 10 خواص الادمه منهم من الاتش. تمام ماشي. والاتش بس بتتنسب للفكوك المسؤوله على الابعاد الخارجيه بس. دكتور تمام ماشي. ها هو الدي دي يعني دي اللي هي الطريقه غير مباشره، انا بحسبها عند اي دي يعني، انا افرض عندي مثلا الدي 100 لو حسبتها عندي هتطلع ولا لا؟ ولا لازم تبقى اكتر من 100؟ ما انت لو حطيت دي 100 تمام وشكل انها غير مباشره، هتبص تلاقي الام بتاعك بالصدفه طالع لك 100 مللي. لو انت قلتها في 100 مللي. تمام. فهمت؟ اه تمام. نيجي بعد كده بقى المايكرومتر، في مشكله في المايكرومتر؟ لا استنى، كان في مساله ثانيه في الادمه، خليك معايا. في مساله نمره 2 في الادمه. عايز بتاعي مش في المحاضره دي. لا هقفل المحاضره دي وافتح محاضره واحد ثاني. لا استنى. بص بقى مساله اثنين. مساله اثنين في الشيت معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام. مساله اثنين في الشيت اول مطلوبين فيها زيها زي مساله واحد، مديك كم معلومات الادمه ومديك ريدنج. جه في المطلوب الشيء بقى اللي انا حليته لكم في فايل بعته لكم، بيقول لك ايه؟ بيقول لك عند قياس الشغله موضوع عند اطراف فكي الادمه، عند اطراف فكي يعني عند البوس تحت خالص، كانت القراءه 39 95% مللي. اوجد القيمه الصحيحه لهذه الشغله اذا كان الفك متحرك يميل بزاويه 3.7 منت نتيجه قوه زياده على الفك. يعني ايه؟ يعني الادمه دي فيها عيب ان الفك المتحرك مش موازي الفك الثابت. معايا؟ معاك يا دكتور. وبالتالي الامال اتخذت الادمه فيها عيب، هو عايز القيمه الصح بتاعتها. طيب بص معايا، انا فتح لك صفحه لحل المساله دي. شايف الرسمه اللي انا واقف عندها دي؟ تمام يا دكتور. الخط الرأس اللي على الشمال ده ارتفاع الفك الثابت اتش، والخط الرأس اللي على اليمين اللي هو التقيل ده ارتفاع الفك برضه اتش المتحرك. الشغله تحت هي عند البوس تحت، هي الوك بيس اهي، هو قال لك متثبته عند البوس تحت. تمام. انت المفروض لما بتيجي تقرا ادمه المسافه بين الفكين هي المسافه بين الزيرو اس والزيرو في، فالفك الثابت هينطبق عند الزيرو اس فوق والفك المتحرك هينطبق عند الزيرو في فوق. تمام؟ تمام. نتيجه فورس زياده او سوء استخدام الادمه، في فورس على اليمين اهي تمام؟ متحركه اليمين شمال، تمام. تيجي تمسك قلم تمسكها ازاي؟ انت بتحوط على البيم سكيل وبتزق بالابهام الفيرنيا من فوق. تمام؟ تمام. نتيجه فورس زياده ايه اللي حصل؟ اترحل الزيرو في للزيرو في داش شماله شويه، شايفينها دي؟ تمام؟ وبالتالي اصبح الخط المنقط من تحت خالص من عند الشغله للزيرو في داش ده وضع الفك ايه؟ اللي هو متحرك. بالعيب بتاعه. يبقى هو قرا فوق قال يعني. ايوه فهمت كده؟ كده بقى قرا فوق على المين سكيل كام؟ ام 9.95، انما هي في الواقع مش زي مقابله طول الشغله تحت. فهمت؟ يبقى كده اتخلق ايرور صغير ما بين زيرو في وزيرو في داش. تعالى الصفحه اللي بعديها بقى. مثلث. بص بقى الصفحه اللي بعديها اهي، اخدت المثلث ده اللي هو الضلع الراسي بيمثل اتش، الضلع المائي بيمثل فك في العيب بتاعه مال، وادي الخطا من زيرو في لزيرو في داش. طلعت الايرور من علاقه ايه؟ تان سيتا
بيساوي ايه على اتش. طبعا ناخد بالنا الثيتا هنا بالمينت تمام، نقسمها على 60 زي ما انا كاتب في المعادله يطلع 500. يبقى التو فاليو بتاعك ارجع بقى للصفحه اللي قبليها عباره عن ام زائد ايه زائد الخط زائد ايه. مفهوم؟ تمام مفهوم. طب سؤال بقى، لو انت عندك ادمه زي دي كده فيها العيب ده تمام ومضطر تستخدمها وما عندكش غيرها وعندك مشغولات يوني اكسا كده فيعه، ايه اسلم حاجه عشان تستخدم بيها الادمه او تثبت بيها المشغوله دي المشغولات دي بشرط تقلل خطا؟ حدد الايرور من الاول وازوده على طول على القرايات اللي انا بعملها. لا انت هتعرف احطها في نص نص الاتش، احطها في نص الاتش. لا ماشي كل بالعكس، كل ما تزنق الشغله لبطن المصاعه كل ما كان احسن. اه تمام. كل ما تزنق الشغله لبطن المصاعه طالما مشغولات رفيعه كده، كل ما طبعا بطن المصاعه كل ما هتقلل المثلث دهوت الاتش. اصل الاتش بتمثل ايه؟ بتمثل المسافه من الكونتاكت مع الشغله لبطن المصاعه. فانت كل ما تقلل الكونتاكت ده هتخليه قصير تقرب من بطن المصاعه كل ما المثلث هيظهر كل ما الايه هيقل. طب يا دكتور معلش يا دكتور، هو هو مش العيب اللي هو 3.7 مينت ده بيبقى ثابت على طول في ال... في ال... يعني العيب ده خلاص موجود ولا بيتحرك متحرك او متغير معاه؟ هو ثابت معاك خلاص تمام. بس طب ما انا كده ممكن احدد الايرور من الاول وازوده على طول، هتجبر غصب عنك اللي فك يعد النفس. تمام فهمت ازاي؟ لا يا دكتور تاني بعد اذنك. تاني دلوقتي انت المثلث دهوت اللي انا رسمته في الصفحه الثانيه ده لو طلعت بيه الايه الضلع الاوسط بيمثل ايه؟ هو بالصدفه هنا نفس الاتش بتاع الادم، انما هو المسافه من بطن المسطره لنقطه الكونتاكت مع الشغله تمام. طب انت لو خليت الشغله قريبه قوي من المسطره، نفرض مثلا انا واقف هنا بالماوس اهو، يبقى لما اجي اقفل المثلث اتحرك كده ايه يعني الايه هيقل. يبقى كل ما بزنق الشغله في بطن المسطره كل ما بقلل المثلث ده كل ما بقلل الخطر. تمام يعني ان انا ممكن اخليها منطبقه بالظبط على بطن المسطره. اه طبعا الشغل طبعا حاجينات يوني اكسل رفيعه ما فيش مشكله، وطبعا لو حاجه مجسمه دايره ولا حاجه مش هتقدر تتلاشى العيب ده. طب يا دكتور لو عندي شغلانات مدوره مثلا زي ماسوره او حاجه وفيها نفس الايرور ايه اللي بيتم؟ خلاص بقى انت لو الايرور ده معروف ممكن تحسبه لو انت قادر تحدد الزاويه دي، بس طبعا الزاويه دي 3.7 من دي عمليه بعينيك صعبه جدا. تبقى صغيره جدا صح؟ نفس الكلام لو انا بقيس برامج دايمتر بتاع دايره او هو مش هو مش لازم يكون زاويه ثابته، هو ساعات ممكن بيحصل ان بيحصل زي باكلاش كده الفك متحرك ليه بي 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 بيلق في مكانه مش بالثابت، وبالتالي ده مش ده يعتبر وضع عيب في الادمه يعني. تمام. طب نيجي بقى للميكرومتر، في مشكله في الميكرومتر فهمت؟ الميكرومتر برضو اللي رايه من عليه برضو ازاي؟ طيب نيجي لمحاضره الميكرومتر، هقفل دي كده دلوقتي و طبعا انتوا فهمتوا اجزاء الميكرومتر وفهمتوا نظريه عمله ازاي مش كده؟ الو تمام فهمتني تمام يا دكتور معاك. فهمتوا نظريه عمل الميكرومتر ازاي؟ ان لفه كامله من السيمبل بتحرك السبيندل مسافه الديفيجن فاليو على الجلبه الثابته تمام؟ ده جت منين؟ جت من الاوز جوه. بص الصوره دهيت، شايف الصوره دي اللي هفتحها لك دلوقتي؟ شايف في الاوز جوه تكمله السبيندل شايفينه؟ تمام. الاوز ده بالظبط لو المين سكيل متقسم نص ملي على الجلبه الثابته لازم جوه البيتش جوه نص ملي، لو المين سكيل متقسم 1 ملي لازم يكون البيتش جوه 1 ملي، ده اللي بنسميه نومينال بيتش. تمام. فالمفروض ان لفه كامله من السيمبل، ادي السيمبل اهو لو عايزين تشوفوه، ادي السيمبل اهو، ادي الصوره دي والحاجات دي انا بعتها لكم على فكره، ادي السيمبل اهو تمام. هنا بص شايف الجلبه الثابته قدامك متقسمه ايه 1 مللي فوق، بعد كده جه ما بين كل 1 مللي قسم من تحت، يبقى المين سكيل هنا متقسم نص مللي نص مللي، وتلاقي الديفيجن هنا شايف 0 تحتيه 45 وفوق 5 متقسم 50 ديفيجن، يبقى طبعا. نص متقسم 50 ديفيجن يعني 1/100 الاس، او بيبقى ساعات 1 مللي مفيش التدريج اللي تحت ده ومتقسم السيمبل 100 ديفيجن، عشان كده دايما الاس في الميكرومتر طول عمره 1/100 ما بديهالكش في المساله دي حاجه معلومه. تمام مفهوم؟ طب نيجي بقى ازاي بنقرا ادمه؟
تعالى كده بقى لايه المحاضره دي. انا كنت بص هنا برضو عندنا تو كيز لقبايه القلم. بص معايا، شايف الصوره اللي قدامك دي؟ بص احنا عندنا خط ثابت محفور على الجلب الثابت اللي انا ماشي عليه بخط افقي ده بالكيرف، ده بنسميه ريفرنس لاين، خط المرجعيه بتاعي. دي الجلبه الثابته، ده المين سكيل، ده السبيند اللي هو بيطلع بيمثل فك متحرك، تمام؟ وادي السيمبل اهي. لو الزيرو بتاع السيمبل ده انطبق تماما على خط المرجعيه ده بالظبط، تمام؟ يبقى الحافه الرأسيه بتاعت السيمبل دي لازم تنطبق على الشرطه تحتها بالظبط. يبقى انت هنا شايف واحد تحتها، واحد ونص، اثنين، اثنين ونص، ثلاثه، ثلاثه ونص. فاهم هنا؟ تمام يا دكتور. دكتور هو مش ممكن يكون برضه دي زي القدم طبق تماما على الريفرنس لاين ده، تمام؟ لازم الحافه الرأسيه الفيرتيكال سايد بتاع السيمبل دي تغطي علامه تحتيها. يبقى الاباء دي كام؟ ثلاثه ونص. اهي اللي انا كاتبها لك اهي. نقرا مع بعض الجمله دي. If the zero on the symbol coincide, coincide يعني ينطبق on the reference line, the vertical side of the symbol should coincide, تنطبق on a mark on the main scale. وتبقى الريدنج بالظبط بتمثل 3 ونص، انت شايف في الثلاثة تحت الايه؟ الحافة الرأسية. تعالى بقى الحالة الثانية بقى، بص للرسمة دي. شايف الرسمة دي؟ شايفين دي؟ بص بقى الريدنج بتاعك من الزيرو على الجلبه الثابته للحافه الرأسيه، هتبص هتلاقي هنا برضه بقسمها A بلس B. A 3 ونص وشويه. 3 ونص. ايه دي الـA برضه من الزيرو لغايه قيمه اخر علامه قبل الفيرتيكال سايد، ويتبقى 3 ونص. بص يبقى ادي 3 ونص. تعالى بقى هنا على السيمبل، عندك الشرط رقم 15، طبعا التدريج بيتكتب كل خمس شرط. 15 عد معايا 16 17 18. يبقى 18 دي بضربها في ادي 3 ونص الايه، 18 بضربها في ايه؟ في ال 1% الاس يديني 18%. اجمع اتنين مع بعض 3 ونص 18% يديك ايه؟ 3.8. تمام. فهمت الايه؟ تمام. بس ما فيهاش حاجه مستحيل. حضرتك يا دكتور قلت الاس ثابت على طول 0.1. انما في الادمه لا، الادمه مش من حقك تفرضها في المساله، الادمه اي ادمه ممكن تكون يا اما 1 من 10 يا 2% يا 5%. انما الاس بتاع المايكومت طول عمره 1%. تمام كده؟ تمام. ما تتفهم حته الكاليبريشن بتاع المايكومت عشان دي في مساله عليها في الشيت. ممكن نوضحها تاني لو طالما هنحتاجها تاني. طيب بص معايا. احنا بنقول في مصدرين للخطا، سيبك من المصدر الاولاني اللي هو السطحين المتقابلين دول، مش دي حاجات اختبارات ضوئيه في الكيمياء. بتعمل المصدر الثاني السكرو بتاع السبيندل او عمود الالوز ده، بنعمله حاجه بنسميها كاليبريشن. يعني ايه كاليبريشن؟ يعني معايره. تمام. بنعمل معايره ازاي؟ بص شايف الصوره اللي هوريها لك دي، شايف العلبه دي؟ والعلبه دي موجوده عندنا في معمل الميتولوجي. لا مش باينه هنا، استنى. شايف العلبة دي؟ دي عبارة عن قطع معدنية كل واحدة ليها سيكنس مكتوب عليها. تمام. تمام؟ دي حاجة ستاندر بعمل بيها معاينة. تمام. تمام. وهي شكلها كده، مثلا في بعض منها عينات اهي، طلع في صورة تانية، وبرضه أنا بعت لكم الكلام ده اهو. أهو شايف؟ طب يا دكتور، دي مثلا 40 مللي، دي 50 مللي، دي 10 مللي، دي 1.03 اللي أنا ماشي عليهم ده، شايفهم؟ تمام؟ فبنعمل حاجه بنسميها معايره. طب المعايره دي بتتم ازاي؟ ان انا بجيب كل بلوك جيج، دي بنسميها بلوك جيج، بيسموها قوالب قياس او بيسموها سليب جيج، اللي هي بلوك جيج او سليب جيج، دي معنى واحد. تمام. وبحطها بين فكين المايكومتر واسجل القرايه. تمام؟ طبعا لازم تبقى فاهم انت كمهندس، اهم حاجه لما تيجي تعمل معايره لاي اداه قياس، حاجه مهمه جدا، لازم المعايره تغطي تماما البنج. تمام؟ ولازم تبقى على مسافات ضيقه، كل مكان احسن. تمام. يعني ما تاخدش مثلا عند الزيرو ومثلا 10 او 25 يطلع بالصدفه نفس القيمه وتقول ما كنت سليم، الكلام ده مش صح. كل ما ضيقت المسافات وكل ما غطيت الرينج بالكامل كل ما كان اضاق. تمام؟ تمام. تعالى بقى للصفحه اللي بعديها، بناخد بقى ادي الكوركت فاليو، شايف التيبل ده اللي انا عامله؟
طبعا الزيرو ده ما فيش حاجه اسمها بلوك جيت الزيرو، انا بقى فاكر لما كوم تاخد الفيديو واسجلها تمام واقعد بقى ايه اغطي لغايه 25 واطلع القراءات المقابله تحت، ده بنسميه كاليبريشن تيبل. باخد الجدول ده وبقسمه على دياجرام ما بين ام وسي اللي احنا بنسميه كاليبريشن شارت تمام. لو طلع ستريت لاين 45 يبقى تمام، لو طبعا سليم ما فيهوش عيب كل بلوك جيت بحطها نفس القيمه يطلع 45 درجه. طبعا خد بالك الكونديشن هتطلع 45 درجه، لازم الجمله دي مهمه جدا ان الاثنين لازم يكونوا نفس ايه السكيل عشان تاخد 45 درجه، فاهم قصدي؟ يعني ايه مثلا اساس بياني مثلا لو انت بتقول مثلا كل 10 مللي من اساس بياني مثلا بتمثل 1 مللي على السي تاخدها نفس برضه 1 مللي على الام، ما تاخدش 1 مللي من هنا كل 10 مللي وتاخدها فوق مثلا 2 مللي من الناحيه الثانيه هيديك. طب دكتور طبعا ما فيش فيتنج صح؟ نعم ما فيش فيتنج يعني مش يعني لازم يبقى ستريت لاين مظبوط بالظبط. هيطلع ستريت لاين اه بس كله يطلع 45 درجه ليه؟ عشان نفس السكيل الاحداثيين. انا مش قصدي انا قصدي يعني لو قرايه طلعت غلط هبوظ الستريت لاين ده. انا ما بتكلمش على غلط، ما بتكلمش على غلط، بتكلم لو هو سليم سيبك من الغلط دلوقتي تمام. لازم ليه 45 درجه عشان يبقى نفس السكيل، مهم جدا نفس السكيل تمام تمام. طب تعالى بقى الصفحه اللي بعديها. اول خطا يبان لك ايه؟ خطا صفر. يعني ايه خطا صفر؟ يعني ادم مش مقفوله بالظبط اول بلوك يعني فانت تطلع عندك قرايه تمام والقرايه دي الفرق ده ثابت معاك مع كل بلوك جيج. هيبان ازاي في المنحنى؟ بص كده ادي السي وادي الام الاحداثيين، ادي المنحنى في النص سليم هيطلع لما فوق موازي اللي هو ب 45 درجه ده بنسميه بوزيتيف زيرو او تحت نيجاتيف زيرو بس بنفس ال 45 درجه ماشي تمام. دكتور ممكن تاني الخطا الصفر ده بيعبر عن ايه بالظبط؟ ان انت عندك فرق ثابت، يعني مثلا قفلت المايكرومتر المفروض يبقى زيرو عليك 5 من 100 مللي هتيجي تحط بلوك جيتش 5 هتبقى 5 5 من 100 10 هتبقى 10 5 من 100 دايما في 5 من 100 ثابت تمام. دكتور هو الايرور ممكن ما يبقى مختلف من الايرور الثانيه؟ اه طبعا ممكن يختلف لما يخش بقى كوميوليتيف ايرور انواع ثانيه هنشوف النوع الثاني دلوقتي. انا بتكلم كل خطا لوحده تمام تمام. يبقى اول حاجه خطا صفر. تعالى بقى خطا بروجريسيف ده بنسميه خطا متضاعف. يعني ايه متضاعف؟ بص معايا احنا بنقول في حاجه عندنا بنسميها النومال بيتش اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي قيمه الالوز المقابله للديفيجن فاليو عن سكيل. طيب المفروض ان انت حاجه من الاثنين يعني نص مللي واحد مللي تمام. نفرض ان الالوز ده اتصنع ببيتش شايف الصفحه انا اللي فاتحها ديت تحت خالص كاتب لك نفرض ان الاكتوال بيتش الحقيقيه بقى 0.501 يعني عندك خطا في السن لما مقداره دلتا بي كام؟ 1 من 1000 مش كده؟ طيب لما تيجي تفتح اول فتحه انت المفروض كنت تفتح نص مللي هتبعد عن نص مللي بايه؟ 1 من 1000 تيجي تفتح فتحه ثانيه كنت تفتح 1 مللي هتبعد عن 1 مللي بمرتين 1 من 1000 تمام معايا؟ نفس الكلام وهكذا. هيبان ازاي في المنحنى؟ هتبص تلاقي قاعد شايف الصفحه اللي بعديها ادي منحنى سليم في النص تمام. في حاجه بقى بوست بروجريسيف هيديك زاويه اكتر من 45 نيجاتيف بروجريسيف هيديك زاويه اقل من 45. هتبص تلاقي الفرق الرأسي دهوت ما بين كل منحنى بالمقارنه بالمنحنى السليم بيوسع معاك تمام. عشان كده مرتبط بعدد ايه اللفات ده بيسموه بروجريسيف ايرور ماشي فهمت. طيب عشان كده مهم جدا بقى حته ايه سيم سكيل. انت لو مش عامل سيم سكيل وجيت طلعت زاويه ميل في المنحنى السليم اقل غير 45 هتتخرب في نوع ما يكون في نوع الخطا قصدي. عشان كده مهم جدا حته السكيل. طيب ازاي بقى دلوقتي زي ما هنشوف ده قانون انا كاتبه لكم تمام. ان انت ازاي تطلع قرايه مايكرومتر او لو عندك مايكرومتر فيه عيبين مثلا الزيرو والبروجريسيف مع بعض هو دلتا بي ازاي تطلع القيمه الصح بتاع للحاجه دهيت. بص بقى القانون دهوت اللي انا مالهه لك ده الام بتاعك المفروض ايه انت قريته تمام بمايكرومتر فيه العيبين بتاعك الزيرو والبروجريسيف تمام. المعادله دي جت منين؟ لو انتوا فاكرين في الديفينيشن في الاول خالص في اول محاضره الميتولوجي اديت لكم شويه تعريفات كده عرفت لكم حاجه بنسميها ايرور اللي هو ام بتساوي ايه؟ السي زائد الايرور او الايرور بتساوي ام ناقص السي. فاكرين المعادله دي؟ تمام. طيب دي جبت الام على الشمال سي زائد ايرور فكيت بقى الخطا خطأين. اول حاجه خطا صفر. ثاني حاجه بقى خطا بروجريسيف.
خط فوق جسم هنا مرتبط بايه؟ ده الدلتا بي العف السنه. ايه الترم ده هوت؟ سي على ان بي ده بيمثل ايه؟ اللي انا درسته ده بيمثل ايه؟ ده الترم ده اللي هو الاسمه دي الايرور بير عدد اللفات. لفيت كام لفه؟ اه تمام. لفيت كام لفه؟ ان انت خد بالك ارجع للمنحنى اهو في نفس الصفحه. انت هنا الفرق ده غير الفرق اللي بعديها غير الفرق اللي بعديها وهكذا. الفرق الوصله بيزيد ده مرتبط عدد اللفات. فالتم كوريكت عنه ما فيش ده بيمثل لك عدد اللفات. فقيمه الخطا في السنه الواحده وريك انت بعدت مسافه قد ايه. فاهم قصدي؟ هو دكتور لو ما فيش ايرورز للاثنين دول في بس في نوع تاني بنسميه بيريودك بس يعني مش هجيبه لك يعني. ده خطا عشوائي اللي هو بيبقى بقى اسنان متاكله في النص عماله تطلع وتنزل. تمام. وده صعب ان انت تعمل كومبنسيشن للقرايه، صعب انك تعوضها. تمام. فاهم ازاي؟ تعالى بقى هنشوف مساله على الكلام ده. اهو كده انا كاتب ذا فاليو كوريكت على نون بيتش وبريزنت ذا نمبر اوف تيرمز اوف ذا سيمبل، عدد لفات السيمبل. معلش يا دكتور ال ان بي دي معلش. ها؟ ال ان بي معلش. نومنا بيتش، اختصار كلمه نومنا بيتش. تمام. نومنا بيتش اللي هي البيتش المفروض يكون عليها اللي هي بتقابل يا نص مللي يا 1 مللي. دي بنسميها نومنا بيتش. ماشي. تمام. هقفل المحاضره دي وهنفتح المحاضره بقى بتاعت ايه تكمله مساله المايكرومتر. هذه المساله بتاعت الادمه هم اثنين. بص بقى مساله المايكرومتر، تعالى بقى بص مساله المايكرومتر اللي هو مساله نمره 3 في الشيت صفحه 19. تمام. الجزء بي طبعا جزء ايه فيه شويه حاجات نظري كده بتاع الديفينيشن لسه ايه فيها حاجات هتتلغي هتبان يعني في اخر الترم كده لما نشوف ايه اللي هيتاخد منها. لما نشوف المساله هو كان مديك مايكرومتر في المساله دي. تمام. البيتش بتاعه ان هو بيتش نص مللي واداك جدول. لو الجدول ده هوت استنى هفتح لكم الجدول بتاع المساله دهيت اهو. شايفين الجدول ده؟ تمام. ادي المساله اهي. The following data obtained from microcomputer calibration. النومر بيتش بتاع نص مللي. ادي الجدول اهو. قفل المايكرومتر ار 500 عند 5 ار القيمه دي عند 10 ار القيمه دي وهكذا. اول مطلوب بيقول لك ايه؟ عايز نوع الخطا. طيب نرجع للملف بتاع المساله بتاعتنا. بص هنا بقى دلوقتي احنا مبدئيا استنتجنا ان في خطا 0.5 مللي. ليه؟ عشان مش بدا بالصفر بالظبط اهي. نفتح تاني الصفحه اهي. لايدين في البي دي اف. انتوا معاكم الصفحة الشيت دي مش معاكم؟ ها؟ موجود رايف بعت لهم موجود على الدكتور. عشان بس تتابعوا معايا فيها. اهي لو هو قفل اهو 0.5 مللي يبقى كده في خطا 0.5 مللي. تمام. ده اول نوع خطا اقدر استنتجه. معايا؟ ماشي. معاش معايا؟ معايا حضرتك اتفضل. او ده اول خطا. تعالى بقى للمساله تاني. بص بقى هتبص هتلاقي بقى ال بقى النتائج بقى. بنقول ايه؟ واضح من قيم قراءات المايكرومت ان هناك خطا اخر. ليه؟ لان انت المفروض لما تحط ال 5 مللي كنت هتقرا كام؟ لو خطا صفر بس كنت هتقرا كام؟ 0.05. تمام كده. ولو حطيت 10 هتلاقي 5 10.05 وهكذا. تمام. انما اللي واضح ان في قيم ثانيه غير ايه؟ غير كم متوقع بيها لو خطا صفر بس. تمام. ايوه عشان ايه بقى معايا اللي انا كاتبه؟ واضح من قيم قراءات المايكرومت ان هناك خطا اخر. المفروض ان لو كان هناك خطا صفر فقط كان المفروض عند وضع بلوك جيج 5 مللي تكون القراءه 5.5 مللي. انما هو قرا كام؟ 5.46 مللي. الفرق ده كام؟
لو طرحت القيمه اللي هو مدالك في الجدول ناقص القيمه كام متوقع بيها بخطا صفري هتلاقي ناقص 4 × 10^3. تمام ماشي تمام. هعمل نفس الكلام ده لبقيه البلوك جيجز برضه نفس الكلام. لما اجي احط ال 10 مللي او 10^42. تمام. طب الفرق ما بينها وبين القيمه اللي كان بخطا صفري هلاقي القيمه دي اهيت ناقص 8^1000. بعد كده ناقص نفس الكلام عند ال 15 ناقص 12^1000، عند ال 20 ناقص 16^1000، عند الايه ال 25 ناقص 20^1000 او ناقص 2%. طب نكمل كده. ايه اللي انت ملاحظه؟ بص معايا بقى. ايه اللي انت ملاحظه بين الرقم دهوت ال 8 وال 12 وال 16 وال 20 بالمقارنه بالاولاني؟ ملاحظ ايه؟ كل مره بيصغر 10. لا كل واحد من دول بالنسبه مضاعفاتها يا دكتور مضاعفاتها اهو ده اللي انا كده نلاحظ ان كل من ناقص 8 من 1000 ناقص 12 من 1000 ناقص 16 من 1000 ناقص 20 من 1000 تمثل مضاعفات ايه؟ ال 4 من 1000. يبقى انت لو جيت رسمت الكلام ده اهوت هتبص تلاقي ايه؟ عند الخمسه الفرق اهو لتحت، عند ال 10 الفرق اهو ناقص 8، عند ال 15 الفرق اهو، عند ال 20 الفرق اهو. يبقى ده بنسميه ايه؟ بروجريسيف اكيوميليتيف ايرور. لا ده بنسميه بروجريسيف متضاعف. بروجريسيف. تمام؟ تمام. انا عرفته كنوع بس لازم اطلع له قيمه، لازم اطلع له ايه؟ قيمه دلتا بي، زي ما عرفت قيمه للخطا الصفري زي 5%، لازم اطلع قيمه دلتا بي. طيب. تمام. تعالى معايا بقى. لو انت عندك مايكومتر سليم. معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. مايكومتر سليم. النوع بيتش بتاعته نص مللي وعايز تفتحه 5 مللي بتلف كام لفه؟ 10 لفات. صح 10 لفات. تمام؟ وده القانون اللي كتبنا اللي انا كاتبه في الصفحه قدامك نمبر اوف تيرن بيساوي سي على نوع بيتش 5.5 تساوي كام؟ ثاني معلش يا دكتور الحته دي معلش ثاني دكتور ثاني انت لو عندك مايكومتر سليم والنوع بيتش بتاعته نص مللي تمام عايز تفتحه 5 مللي هتلف كام لفه؟ 10 لفات. 10 تمام. 5.5 ماشي تمام مظبوط مظبوط مظبوط. يبقى الخطا اللي انت شايفه في المنحنى قدامك ده عند الخمسه بلوك جيتش 5 مللي ده الفرق السؤال بالماينرز ده ظهر عند كام لفه لما فتحت 5 مللي؟ 10 لفات. يبقى نصيب تمام. اللفه الواحده او نصيب البيتش مع اللفه بيتش لو قسمت الرقم ده على 10 يديك ايه؟ يبقى دلتا بي بص بقى ناقص 4 × 10^3 × 10 ناقص 4 × 1000 × 10 يديك ناقص 4 × 10^3. ولازم الرقم ده يفضل ثابت معاك مع كل بلوك جيج بدليل تعالى خد الخطا اللي طلع في السطر الثاني اقسمه قصاد 10 مللي يعني 20 لفه نفس الرقم والناتج اهو. الحاله الثالثه 30 لفه نفس الناتج. الحاله الرابعه 40 لفه نفس الناتج. الحاله الاخيره 50 لفه نفس الناتج. اتفاهم الكلام ده؟ دكتور هو ده كده خطا مش متضاعف يعني ما بيتضاعفش معايا زي اللي فات. بيتضاعف معاك هو خطا سبب في السن لما بيضعف القرايه معاك عشان كده منحنى مد زاويه اكبر واقل. يعني كل ما زود اللفه كل ما زود عدد اللفات كل ما ايوه كل ما الفرق الوقت ده بيزيد معاك. تمام. انما الخطا في السن ثابت. السنه فيها دلتا بي ثابت والدليل ان هي جت من كل حاله عند عند ال 10 لفات اهو عند ال 20 لفه المقابله ليه؟ بلوك جيج 10 عند 30 لفه مقابل البلوك جيج 15 عند 40 لفه مقابل البلوك جيج 20 عند 50 لفه مقابل البلوك جيج 25 نفس الرقم. يبقى النتيجه كده نقدر نقول ايه؟ ان ما كنت ده فيه خطا زيرو زائد وده مهم جدا تعرف بالاشاره وخطا بروجريسيف بالنقص. تمام؟ معايا؟ تمام يا دكتور تمام. جه بقى المطلوب الاخير بيقول لك ايه؟ نفس المساله. قال لك لو عندك قرايه 12/54 تمام؟ عايز اعرف القيمه الحقيقيه للحاجه اللي انا قستها دي بالمايكومتر اللي في العيبين دول. تعالى بص انا بقى كتبت ايه؟ ادي القانون اهو ام بتساوي السي زائد الزيرو زائد ايه؟ الدلتا بي في عدد اللفات. معايا؟ اتفضل يا دكتور. اهم حاجه لما تيجي تكتب القانون ده عود نفسك تكتبه كله بزائد والخطا زي ما يجي اشارته يجي ناقص حط ناقص يجي زائد حط ناقص. مش عايز حد يكتب القانون زائد وناقص، زائد وناقص بيتلخ في الناس. تمام؟ تمام. تعالى بقى انا عندي الطرف الشمال 12/54 السي ما اعرفوش هحط خطا صفر باشارته هحط الخطا تلتا بي باشارته واضربه في عدد اللفات سي على نوع بيتش بنص حل المعادله دي هيطلع لك السي 12.5. يعني انت لو عندك بلوك جيج قيمتها 12 مللي ونص تمام وفي الخطأين دول في مايكومتر الخطا الصفر 500 بالزائد والخطا البروجريسيف في السن ناقص 4 من 10 هتقرا 12/54%. اتفهمت؟
دكتور ها معلش يا دكتور الحافظ بس هيقول لحضرتك على حاجه بس عشان الكلام ده ما يظهرش عندنا ها كلمه حافظ حافظ هيك يا دكتور ممكن من الجنب تقفل من عند علامه القلم دي تقفل ان ما ينفعش احنا نكتب حاجه قفله اللي هي الكتابه اللي الشباب بيكتبوها على على الفيديو ده ممكن تقفلها من الجنب قفلها منين قفلها منين ما هو حافظ اللي عارف انا مش متذكر قوي لو حد عارف يا جماعه يقول انا مش متذكر كمل يا دكتور ما علينا كمل مش مهم هو مين بيكتب ده ما محدش بيبقى عارف دكتور احنا مش عارفين وغالبا ممكن حضرتك تكون تعرف من عندك بس احنا مش عارفين نقول لحضرتك ازاي بصراحه عشان انا مش هوست ما خدتش هوست قبل كده طب يبقى ده 12 ملي ونص يبقى ده كده اقدر ايه المعادله دي تطلع لك اي او بالعكس لو انا اديت لك قيمه حقيقيه اقول لك قول لي الريدنج كام خلاص انت هتطبق القانون ده مفهوم طب يا دكتور هو الدلتا بي هيطلع لي بالسالب الايه الدلتا بي هيطلع لي باشارته بالسالب لا السنه اقل من نص ملي يعني دلتا بي بالسالب دلتا بي بالسالب يعني الخط البيتش بدا بنص ملي 0.499 مثلا تمام اقل يعني مش ازيد تمام ماشي دكتور ماشي واحنا كنا بنحسب ايه هنا معلش اللي هي السي دي دي الكوركت هو المطلوب بيقول لك احسب لي القيمه الصحيحه لو انت قريت حاجه طلعت 1254 ايه القيمه الصحيحه بتاعتها تمام هو جايبها لي بعد ما اقيس بالخطا بتاعها تمام ايوه بالخطا امتى ما يقرب تمام دكتور بص بقى في هنا اخر حاجه بعتها لكم النهارده يا دكتور ها بالنسبه للبروجريسيف ايرور ده مش هو المفروض بينقص القرايه يعني المفروض ابقى ازوده على القرايه اللي طلعت لي طيب ما انا بعمل كده بدا كومبنسيشن يا ابني ما هي تمام ما انت كنت هتاخدها خطوات كنت هتقول ايه ال 1254 اول حاجه الزيرو ايرور بوزيتيف هطرحه البروجريسيف ايرور نيجاتيف هجمعه بس هتوه هنا بقى لو انت عملتها بالبلدي كده هتوه القانون ده قانون سهل جدا تمام ولو انت شاخ في القانون ده عايز تتاكد منه تمام خد اي قيمه في الجدول بتاع المساله تمام بالدلتا بي اللي طلعتها لك والزيرو اللي طلع لك وعوض عند مثلا اي بلوجيج وشيك على القيمه اللي طالعه في الجدول لو طلعت نفس القيمه في الجدول القانون صح فهمت قصدي؟ تمام يا دكتور طيب في هنا بقى حاجه مهمه بقى اخر حاجه بعتها لكم النهارده على الصفحه دي انا مش عارف مين اللي كاتب ده قدامي ده على الله على البورد ده احنا شايفين دكتور احنا عارفين احنا شايفين كده كده مش شايف طيب احنا شايفين كويس بس يعني هنشوف المحضر المره الجايه ان شاء الله بس انا احب اعرفه مين ده ماشي انا هنحاول والله دكتور نعرفه طيب بص معايا في نقطه بقى مهمه جدا احنا ليه بنقول احنا قلنا شرطين مهمين جدا في الكالبريشن ان انت لازم تغطي الرينج بالكامل تمام ومسافات ضيقه ليه بقى الكلام ده شايف المنحنى اللي انا رسمه قدامك ده الام مع السي اه دكتور تمام معايا شايفينه اه اتفضل تمام اه دكتور الخط ده هو اللي انا ماشي عليه ده الخط المنحنى السليم نو ايرور اللي هو بادي نقطه الاصل تمام تمام شوف الخط التاني بقى اللي بادي من هنا من مسافه من على ام ده بوزيتيف زيرو تمام ومايل بزاويه اقل من 45 ده عشان بروجريسيف ايوه ده كده منحنى مجمع الاثنين اللي بنسميه كالبوشن ايرور مع بعض ايه اللي حصل؟ شايف ايه هنا؟ اتقطع ايوه هنا بقى ممكن تتخم في المايكومتر تيجي بالصدفه تحط البلوك جيج دهيت تلاقيها نفس القيمه نفس الكلام بالعكس لو الزيرو ايرور تحت اهو بالنيجاتيف والبروجريسيف بالزائد هيحصل تقاطع يبقى تاخد بالك من حاجه مهمه جدا لما الخطأين يكونوا بالشرع معاكسه عكس بعض بيحصل تقاطع مع المنحنى السليم ده معناه ايه؟ معناه ان انت بالصدفه البلوك جيج اللي هي عند التقاطع دي لو حطيتها تطلع نفس الايرور ده على اساس ان واحد بيزود واحد بيقلل فبتظبط أيوة. النقطه دي تبان بس في خطأين الاشاره معاكسه لو الاثنين نفس الاشاره زائد او ناقص تمام طب انا لو جيت سالتك بقى في امتحان
عايز اعرف قيمه البلوك جيج بالصدفه حصل عندها التقاطع. تعالى بقى الصفحه اللي بعديها بنقول ايه. To calculate the value of C at which the calibration curve intersects with the error with the no error curve, بتيجي هنا في المعادله دي تشطب التيرمين دول مع بعض في الاول تبقى بتساوي كوركت تمام، وتطلع لك الكوركت في الاخر، تطلع بقى قيمه البلوك جيج حصل عندها التقاطع. تمام. بس خد بالك من نقطه مهمه، هو طبعا السي ده هو يبقى مؤلف حاله واحده بس لو جوه الرينج، انما لو بره الرينج التقاطع ده مش ما يلاقكش، ان انت كده كده انت الكاليبريشن بتاعك مغطي 25 اللي هو الرينج بتاع الكاليبر يا دكتور. نظريا لو التقاطع ده نظريا بره الرينج مش هتتخم في مايكروم. هو امتى تتخم؟ لو جوه الرينج بتاع مايكروم. تمام، فاهم قصدي؟ بس كده كفايه عليكم النهارده. شكرا دكتور. شكرا دكتور، مع السلامه. بص بقى قبل ما اخلص، دلوقتي انتم المفروض الاسبوع الجاي حسب ما فهمت من الجاده من مكتب العميد ان مفيش محاضرات الاسبوع الجاي جديده. تمام. طب انا بقى طالب منكم بحد اقصى يوم الاربعاء الجاي، وهنزل لكم على السايت. المفروض ان انتم البارت 1 اللي هو بتاع الماشيننج، تمام، عايز التقرير بتاع اخر عمليه اتعملت في الورشه. طب هنبعته ازاي يا دكتور؟ ازاي بقى؟ هتبعته له، هتصوره بي دي اف وتبعته له على الدرايف. هبعته على الكلاس روم. يعني انا هدخله عادي كانه زي اسايمنت مثلا. اسايمنت اه تمام تمام. وهيبقى ميعاده يوم الاربعاء الجاي الساعه 12 بالليل. تمام يا دكتور. طبعا المفروض ان هيبقى التقييم الخامس الاخير للفصول بتاع يوم الاربعاء، وهيبقى التقييم الرابع الاخير للفصول بتاع يوم الخميس. طب لو سمحت يا دكتور، برضه يتعمل الكفر، عمل الكفر زي ما اتفقنا، وتحط لي الديت اوف سبمشن يوم الاربعاء الجاي. طب سكشن 3 دكتور معلش تجربه. اه دكتور معلش، ممكن نخليها بعيده عن الاسبوع الجاي معلش؟ يعني ممكن مثلا السبت. احنا مش هديكم بقى حاجه جديده، ده تقييم هتعملوه، ايه المشكله؟ مش هاخد منك وقت. انا عارف بس يوم الاربعاء الجاي يا حافظ. اصل المشكله دكتور، الدكتور بتاع الرسم برضه هيشغلنا يوم الاربعاء، هيبعت لنا حاجات فهياخد منه الاربعاء. انت ممكن تخلصه النهارده وبعته من النهارده، انت معاك لغايه يوم الاربعاء. حضرتك ممكن تفتح الاول تفتح اسايمنت من النهارده وبعد تخلصه. مش هاخد منك. خلاص تمام ماشي. يوم الخميس سيكشن 3 بس اتلغى. ماشي يا عم، انا بقول لك التقييم الاخير، يعني مش انتوا حضرتوا اربع حصص بتاع فصل 4 اخر حصه الاربعاء ما لحقتوش تقدموا تقرير؟ تقريبا في سيكشن حاجه زي كده. انا بقول اخر عمليه، سواء العمليه الخامسه اللي في سوق العمل الاربعاء او العمليه الرابعه اللي في سوق ثلاثه واربعه. عايز اخر عمليه في الورشه تجيلي يا دكتور. هو عندي غاب حضوركم عندي. تمام يا دكتور. يعني مش هيقدم غير اللي حضر بس. تمام يا دكتور. طب يا دكتور بس حضرتك تفتح بس الاسايمنت من بدري عشان بس نلحق نسلمه قبل يوم الاربعاء. ايه ده؟ يا ريت حضرتك تفتح الاسايمنت من بدري بحيث ان احنا نعرف نسلمه قبل يوم الاربعاء. اللي هو اللي هيتقدم يوم الاربعاء ده؟ ماشي انا النهارده هدخله على الدرايف. تمام يا دكتور معلش، الناس اللي كانت بتعوض هيعملوا حاجه ولا لا؟ يعني انا كان المفروض عندي تعويض اللي هو يوم الثلاث اللي اتلغى، فكده انا مش هسلم حاجه. لا صح؟ انت ما تسلمش، انت اسلم اللي انت حضرته اخر عمليه. التعويض ده ما انت مالكش، مش هتحاسب على وقف الدراسه. دي مش مشكلتك انت. انا اهم حاجه التقرير اللي تجي لي توصل لي قد حضورك في الحصص. ما يجيش حاجه زياده بس. طب يا دكتور يا دكتور، هو التقرير لازم يبقى مكتوب بالايد ولا ممكن وورد ولا اي حاجه ولا ايه؟ بايدك، اكتبه بايدك وصوره واعمله كام سكان وحوله بي دي اف وابعته لي، ايه المشكله؟ اصل انا عشان احول من وورد على طول بي دي اف. بتقول ايه؟ زي ما كنا بنعمل تقريرات قبل كده يا شباب، هي انت ممكن تعمل له سكان يا باشمهندس وتعمل له تحوله بي دي اف. قصدي يا دكتور ان من الورد نفسه ممكن يعمل له بي دي اف. ما المحاضرات دي كلها ببعت لكم عامل لها سكان ومحوله بي دي اف. تمام يا دكتور. تمام دكتور معلش، وانا ممكن اسال سؤال بره الميتالورجي في البرودكشن ولا لا؟ ولا اسال. هو حضرتك كنت بتتكلم في الفويس اللي حضرتك بعته لنا على زي دبليو ان احنا ما بنستخدمش الدي افريج، بنستخدم الدي اللي احنا داخلين عليها. انا بفضل كده. هو انا معاك زي ما قلت لحافظ، الاثبات النظري بتاع زي دبليو محسوب على الافريج، انما انت لو حسبتها على الجام اللي انت داخل عليه سواء في الماشينك تايم او في اي حاجه او كاتنج بروسي مفيش مشكله، مش هحسبها لك غلط. تمام يا دكتور.
تمام يعني انا دي او دي اشتغل على اي واحده فيهم الاثنين. هو انا معاك الاثبات النظري محسوب على دي او مش مشكله. طب يا دكتور معلش في الكاتنج اوف بحسب على الديامتر الكبير بتاع البار ماليش دعوه بالوركينج بيس. الكاتنج اوف اللي هو لما تيجي تفصل الشغل تحسب طبعا على الديامتر الكبير اللي هو بتاع البار نفسه وصلت له انت، لان انا قلت لو حسبت على الديامتر انت وصلت له تمام هتقلل من الشغل الشغل هيقل. هو الفرق بين البارتنج اوف والفيسنج ان الفيسنج بيشتغل على نفس الفيسنج ده بيبقى على الواجهه الحره خاصه على الشغل اقصى اقصى اليمين بتاع الشغل اسمه فيسنج. البارتنج اوف انا بقطع عند اي طول في الشغل تمام. طب دكتور معلش الفيسنج اوبريشن دي بستخدم القطر الصغير بقى اللي انا اللي انا خلصت عليه صح؟ بستخدم ايه؟ بستخدم القطر الصغير اللي انا عايز اوصل له الديامتر اللي انا خلاص وصلت له. لا انت الفيسنج انت بتسوي الواجهه بتتحرك بالكوس سلايد عمود على على الفيل بتبدا من يعني انا مثلا لو عايز اعمل حاجه في الفيسنج استنى كده بستخدم خليك معايا خليك معايا انا هشغل لكم دلوقتي فيلم قدام عشان نشوف الفيسنج شكلها عامل ازاي عشان تتخيلوه. تمام يا دكتور. شايف الصورة دي؟ شفتوا دي؟ اه يا دكتور شايف. بص هو بدل ادي هرجع تاني اجيبها اجيبها لك من الاول. هو بص بدا من قطر خارجي وداخل جوه لغايه السنتر ده اسمه فيسنج. تمام. انت بتشتغل على الواجهه اخر الشغل خالص واجهه الشغل. فالديامتر لما باجي اخده باخد الديامتر الشغل ماليش دعوه بالديامتر البار. ايوه اه بتشتغل على الديامتر الكبير ده. تمام. البارتنج اوف انت بتقطع عند اي طول بقى في الشغل هو ده شويه ده نظافه كده لازم بارتنج عشان خرج الشغل خالص. تمام. الايرور اللي كان بيحصل في الجير ريشيو ده المفروض اعرفه ازاي؟ ايه ده الايرور في الاساينمنت الايرور لو في ايرور المفروض ده انا اعرفه ازاي؟ او ما انا يا ابني حليت عليها مثال في المحاضره اللي هي حوار الاسم المطوله بتعمل اسم بتعمل اسم مطوله لو السؤال بتاع الايرور ده لما فيها اسم مطوله. تمام يعني لما يطلع الاسم مطولة ما فيش خطا خلاص. تمام فهمت. لما ما فيش اسم مطولة ما فيش خطا خلاص. تمام يا دكتور. امتى بيظهر اسم الخطا؟ لما يكون في اسم مطولة انت بتتحايل على الجي بيش بتاخد تاخد نسبه ثانيه. تمام تمام فهمت. تمام في اي سؤال ثاني؟ شكرا جدا شكرا يا دكتور. خلاص ماشي يبقى احنا ان شاء الله يوم الاربعاء بالليل هبعت لكم على كده اساينمنت هيكتب اساينمنت لاست ريبورت ان وركو شوب. تمام تمام يتقدم بنفس الكفر اللي بيتقدم بيه عادي. طب يا دكتور معلش اعمل له سكان وابعته بي دي اف. هو حضرتك في رصد الدرجات هترصد على اربعه ولا خمسه؟ لان انا كنت غيبت لسه لغايه دلوقتي موضوع الدرجات ده ما تقلقوش من ناحيته. انتوا في الظروف خاصه السنه دي ما تقلقوش انا مش هنيجي عليكم دي تعليمات يعني جايه لنا من وكيل الكليه ومن عميل ما تخافش من الحته دي. ماشي اطمنوا من ناحيه اهم حاجه بس انتوا من ناحيتكم تذاكروا تعملوا اللي عليكم. بنحاول ماشي ماشي يلا شكرا شكرا يا دكتور. لا